السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الناس وين يقول لك الشك يعود وإصابة رياض محرز تقسم الجماهير. شو نقول لكم كلمة محرز هذا كما كنت أنا يا ملك عودي تشاصر عليها. صح محرز كرهته انا من نهار الماتش تاع جواب في جواب محرز. نقولها لكم ونعاود، هي نهار الجمعة تبان قاعد الهضرة شحال باقي مباقيش بزاف، نهار الجمعة تبان إلا لعب غادي تبان، ما لعبش غادي تبان. متالي كاع خويا هو عوار وكلشي تبان، واحد الأمور يبانو قادي واتس ولا حبان. هذه هي وين قال لك اثر خبر اصابه رياض محرز ماهوش الجزائر، محرز ماهوش الناس بغاو يردوه يعني الجزائر، خاطش عليه الناس والفوا يطلعوا خطر مدرب هو قاع يركعوا يطلعوا بغاو يطلعوا لعاب قاع يركعوا كيما في مارس شدوا خاطش عليه طاحوا على طاحوا على محرز محرز محرز. خرج لونتينا قال لهم ودي راه هضر معايا وعطيتو وقت وقلت له صح تاع في غرضك سكتوا وين راحوا دوروها دوروها عند من دوروها عند بلايلي 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 بلا 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 بعد حبست ومن بعد في جوان محرز 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 ضربك سايك نساو شايبي نساو شايبي سايك صابوا افير اللي يلزقوا فيها صابوا افير اللي يلزقوا فيها شتي هذا افير تبليسيو ما كاش منها خمسه يتبليس وهادو لم يهضروا عمرهم لا تبعوا البوله ما على بالهمش باللي ناس تتبليسا ما على بالهمش باللي ناس تتبليسا. البرتغال الانجليز كوب دور كوب دي موند كار دو فينال لا دوزيام تور انجليز برتغال يعني بارتيه كملوا من ناس من يوم الناس من يوم الناس تبليساو لعابه تبليساو دومي سيس لعبة تبليساو انجليز مع بورتغال هذوك تبليساو منذ تبليساو منا لعبوا 120 طاز ما طاقوش طاحوا داروا مؤامرة فانيك داروا مؤامرة فانيك داروا مؤامرة ما تعرفوش توما 2019 كنتو تحاربوا في الجزائر كنتو باغيين تردوا الشيران كولير زو غوز كنتو باغي تجيبوا زيتوت رئيس ورئيس اركان هذاك مول مازدا بغيتو تجيبوه رئيس اركان وديرولنا وديرو رئيسة اتحادية ديك الحمارة ديك الحمارة قالت لكم انا لعابة دولية لعابة دولية ما عندها التصويرة مع ليكيب ناسيونال ما عندها التصويرة قالت لك انا لعابة بغيتو ديروها رئيس اتحادية بغيتو تجيبو هاد الاخرين ديروهم ايوا تبنترو الشيران غوز رونجيس غوز الكلاش غوز بغيتو كيما كديروها نتوما من بعد قلبتو كرة قدم الناس كاع راحت الناس زعماء تاعكم انتصروا ايا تروحوا نسقروا عند مدرب وردوا هو الزعيم تاعنا وليتوا تبعوا ما على بالكمش اصابه ما على بالكمش بلي كاين اصابات على مور 2019 كنا ديفوا نهضروا معاكم نقولوا لكم لازم ضخ دماء جديده خرجوا الناس اللي يقول لك لا خلوهم لا خلوهم بغا حسبوا بلي قديورا كيما لعب 2019 يقعد يلعب 2030 غير كيما 2019 حسبوا باللي بن عمري يقعد يلعب غير كيما 2019 يا ودي هودت ما راه اخر وطاح كيسمو في غولي وطاح في غولي باش راكم تجبدوا عليه في غولي ما والو ما خدمه صاحبي. وين اثر خبر اصابه رياض محرز وغيابه عن المواجهه المقبله لمنتخب الجزائر امام ليبيريا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر لحساب المرحلة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. الجدال واسع وسط الجماهير الجزائرية والتي انقسمت بين مصدق للخبر ومشكك في الإصابة تبع لتجارب اللعاب السابقة ومنعته يعني منعته القوية من الإصابة ومنعته القوية ضد الإصابات. وكان المنتخب الجزائري استهل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز على المنتخب غينيا الاستوائية يوم الخميس الماضي على الملعب الميلود هدفي بوهران بنتيجة هدفين دون رد، وهي المباراة التي عرفت عودة النجم الأهلي السعودي إلى صفوف محاربين بعد غيابه عن آخر معسكرين وسط عاصفة من الجدال والاتهامات. وبدأ محرز
يعني وين بدا محرز سعيد بعد نهايه المباراه غينيا الاستوائيه والتي اهدر خلالها ركله جزاء في الشوط الاول قبل ان يساهم في تسجيل الهدف الاول خلال الشوط الثاني عبر حسام عوار، حيث ادلى بتصريحات اعلاميه اكد فيها سعادته البالغه بالعوده الى صفوف المنتخب، الى درجه انه قال: لم يسبق وان شعرت بانني افضل حاله كهذه المره. هذه ما سمعتوهاش، والناس هادو اللي راهم طايحين محرز 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 خاطر باين ينقلبوا على محرز بسبب الاصابه، بسبب التصريحات تاعو. يعني وشارك محرز لمده 83 دقيقه في لقاء غينيا الاستوائيه قبل ان يتم استبداله لخيارات فنيه، ولم تظهر عليه اثر اي اصابه او شيء من هذا القبيل، قبل ان تتفاجأ الجماهير الجزائريه ببيان اتحاد جزائري لكره القدم الذي يكشف عن اصابته واعفائه من المشاركه في لقاء ليبيريا. واثرت اصابه رياض محرز الشك الجماهير الجزائريه على النطق يعني واسع، فبمجرد الاعلان عنها ضجت منصة التواصل الاجتماعي بردود أفعال مستغربة حول هذه الإصابة المريبة، وذهبت فئة كبيرة من الجماهير الجزائرية إلى التشكيك فيه والطعن في صحته، وأطلقت كثير من السيناريوهات لتبريرها. وعلق أحد الجزائريين على هذا الخبر قائلا: لا توجد أي إصابة ولا أي شيء آخر، لقد هرب. في حين تساءل مشجع آخر: إنه القائد، لماذا لا يبقى للخوض بالمباراة؟ قبل أن يسخر آخر من محرز: جسده لا يتناسب مع طريقة العمل، المدرب الأوروبي انظروا إليه بعد موسم واحد مع الأهلي، زاد وزنه بحوالي 5 كيلوغرامات. وتبع الآخر: عليك الاعتزال يا محرز. بصح شاهدنا التصريحات تاعو حنا يا محرز، يعني وين صدمة الهيشر، صدمة الهيشر صدمته. ويأتي تشكيك جماهير الجزائر في إصابة رياض محرز إلى تجربة سابقة حدثت شهر جوان يعني في نوفمبر 2022 عندما غاب عن معسكر المنتخب الجزائري ومواجهة أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بحجة الإصابة، في وقت تحدث فيها المصدر المطبق عن رغبته في الحصول على عطلة مبكرة. وكان محرز خاض آنذاك موسم طويل وشاق مع مانشستر سيتي، وخرج المدرب السابق أمام وسائل الإعلام للرد على ذلك التشكيك، ودفع بقوة عن قائد الخوض موشي لأنه فعل يعني فعلا عانى من إصابة، كما أنه لم يغش أبدا طوال مسيرته مع المنتخب الجزائري. اليوم الاتحادية دارت بيان، خرجوا وحدة أخرين قال لك لا. ويجدر ذلك أن رياض محرز من النادر أن يتعرض لإصابات. ربي ربي مي راهم كاينين، راهم كاينين بزاف اللي راهم يهضروا، مي راهم كاينين بزاف اللي راهم يهضروا، خليهم يهضروا الناس تهضر. حنا المهم وين تبان؟ أتبان يوم كيما يقول لك أتبان في ال هاي لا وين راهي هاي لا التصريحات تاع محرز على بعد المباراة، تصريحات تاع محرز بعد المباراة. ياه تصريحات تاع محرز بعد المباراة، وين أعرب رياض محرز عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، مؤكد أن هذه النتيجة هي يعني إلهام بالنسبة له ولباقي اللاعبين. كما أشاد محرز بالجمهور الوهراني والذي قدم دعم لا محدود للمنتخب خلال المباراة، كما أشار محرز يعني بمدربه فلاديمير كانت له نظرة مغايرة تماما بين الشوطين، وقدم ملاحظات وتوجيهات لكل لاعب مع إجراء تغييرات تكتيكية كانت يعني كبيرة، مكنتنا من فهم سيناريو المباراة وطريقة اللعب الخصم، وهو ما توج بمردود إيجابي في الشوط الثاني، وافتتح باب تسجيل مع فرص كثيرة لو تم استغلالها كانت ستنتهي المباراة بنتيجة عريضة. هاك تشوف كيفاش هذوك محرز هدرا، وهذه ما سمعتوهاش حاحنا، ما سمعتوهاش هذه ياه حاحنا ما سمعتوهاش. يقولون ما سمعتوا ما سمعتوهاش باقي غير دروك تقولوا لنا باللي المدرب خرج، يعني مدرب يغادر تربص المنتخب بسبب شعوره بالوحده. فهذيك مدرب تاكل على روحه، تاكل على خدمته. انا نقول لكم
مدرب تاكل على خدمته، هذه متي يعني نقولها لكم، مدرب راه تاكل على خدمته، عاش تاكل على واحد ولا زوج، متي يعني كاع ولادي تبقاو لاخر. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وما تنساوش فاني تشغيل الجرس، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.